مع مباشره مع الكابتن مصطفى يونس. بس في البدايه هاخد رايه في ردود الافعال امبارح وتصريحات المستشار مرتضى منصور. كانت حاله امبارح على السوشيال ميديا، كانت حاله في الوسط الرياضي كله. كابتن مصطفى، قبل ما ارد على السؤال ده هرد على الايام الجايه ايام نادي الزمالك. احنا هنعود وهنعود بقوه كمان يا كريم. ده تمني من حقك طبعا كزملكاوي وانا من حقي كاهلاوي، ولكن كل في الاخر التقدير لحضرتك طبعا. لكن في الاخر احنا بنتكلم في مصلحه بلد وليس في مصلحه اهلي وزمالك. ردود الافعال غير طبيعيه امبارح. وبعدين انت بتتكلم في واحد بقى ايقونه في الاعلام وفي الكلام بدليل الارقام الفلكيه اللي بتتفرج علينا واللي متابعانا. وانا اتمنى ان يبقى هناك حلول لكل المشاكل ديت عشان استقرار البلد الاول واستقرار نادي الزمالك، وبيعود بالنفع اساسا على المنتخبات. لكن انا زي ما قلت لك امبارح، تصدق بالله كريم، انا عمال افكر فيها من ساعه ما مشيت. ما شاء الله صفقات غير طبيعيه وغير عاديه. لكن انا عندي ثقه باذن الله في فرقتنا في النادي الاهلي ان يعود ونتلاشى الاخطاء بتاعت السنتين اللي فاتوا اللي خسرنا فيهم الدوري. لكن الاحسن هو اللي يكسب طبعا، واحنا بنلعب كوره مش بنلعب لا حرب. تنافس شريف. ويمكن انا سمعت احد الزملاء النهارده بيتكلم على فوز الزمالك بالبطولتين، هو كان الافضل هو كان الاحسن مفيش شك برغم الظروف. وانا قلت لك امبارح ده اعجاز وليس انجاز. نفس الظروف اللي بيمر نادي الزمالك، وده بقولها علانية، وهذا يعود للإدارة وعلى رأسه صديق والحبيب والغالي على قلبي جدا المستشار مرتضى منصور ومجلس إدارته والناس القائمين كإدارة، جهاز طبي جهاز إداري على كرة القدم. ومدرب داهية الحقيقة. أنا هو هيمشي امتى الراجل ده؟ لا ان شاء الله مش ماشي معانا، مكمل ان شاء الله مكمل. ده امبارح كمان الخبر كمان والتصريح من عشان مرتضى بتمديد عقده سنه كمان وكلام لسه. لا ده انا جاي له فيه، ده لسه في يعني كلام كتير. لكن زي ما احنا بنتكلم هنا بنتكلم على وقد الفتنه ما بين الاهلي والزمالك. ويمكن انا شفت فيديو النهارده ما اقدرش اقوله على الهوا، واحد سمج وقليل الادب وسافل وعدو الوطن ومنحط وهارب وخاين كل الصفات. عايزين ايه من واحد خاين يقول هذا الكلام على حد من عندنا؟ ان شاء الله يعني مواطنة مصرية. نعم على مواطنة مصرية طبعا، مش هنقول بقى في حد من عندنا، ما حد مصري. نعم وهو في كل العبر. نعم هو في كل العبر، لكن احنا محترمين. احنا بنتكلم في ما يخص الرياضة، ما يخص الكورة كده. لو هنتكلم في شخصيات وفي بتاع هو اللي ده انا عندي كتير. نعم عليه وعلى غيره. نعم عليه وعلى غيره ده ملف هيكون له بلاوي. نعم لو هقول بلاوي. نعم لكن الخوض في الاعراض، نعم الخوض في الاعراض عيب. عيب